شكرا لكم على الحضور معنا. ممكن حي الصحه مقاطعه سبته، هذه عمليه تقوم بها قياديه وتحت اشراف سيد عام ديال عمل المسيح. هذه العمليه هذه هي تاسيسيه وتطوعيه للناس الحرفيين والتجار ديال المنطقه باش التزموا بالاسعار، الاسعار والتزموا بالنظافه ديال النظافه الصحيه للمواطنين. وحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، هذه كنديروا هذه الحمله هذه باش يكون مواكبه ديال الاسعار. تلقاو شي تجاوزات استاذ في الاسعار هذو؟ الحدود الساعه حنا ما تلاقينا حتى شي حاجه، هاد نفوذ المقاطعه دازت الامور عادي. يعني نشوف المقاطعه ديال سباته ما كاينش زياده في الاسعار ولا شي حاجه. الاسعار مستقله. هذا الشيء تيرجع بفضل سلطات الطاقه والضبط، ولقينا تيدير شي زياده او شي حاجه تنحاولوا نضبطوه بمخالفات وهذا ما كان. شكرا لك. هذا على هذه الحمله اللي كتقوموا بها، واش هادشي كيكون غير على خلال المقاطعه ديالكم هذه ديال سباته، ولا كيكون كتوسعوا كلجنه فكتمشيو لبزاف ديال المناطق؟ حنا كلجنه تمشيو لجميع المناطق بالنسبه لنفوذ المنطقه، اي نفوذ العماله، يعني كاع الملحقات تابعين للعمل المزيك راح نديروا مراقبه كنسمعوا اخبار كتقول انه من خلال هنا من 10 ديال الايام ان شاء الله غادي يكون نزول في الاسعار، واش حتى المواد الغذائيه هي عندها شي فاطمه في هذه المسائل؟ تتمناو هذه المساله هذه ماشي اختصاص ديالنا، ولكن نتمناو ان شاء الله يكون خير. نتمناو ان شاء الله. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.